عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نستعين، هكذا نتواصل بانطلاقاتنا وتحديات هذه الأسماء وهذه الشعارات. شوطنا الحادي عشر ينطلق هنا بالأبكار المشتركات. مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام، صدارة هذا الشوط والمركز الأول شواهين لمحمد بن حمد بن مبارك بن عثعيث العامري، بينما المركز الثاني هنا التواصل من شعار مسلم بن عبد الله راعي الطير العامري، يتواصل في هذه اللحظات ليقدم لنا هذا الشعار وهذا الاسم. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، بينما هناك الدخول الآخر في هذه اللحظات والقدوم في هذه اللحظات والتواصل مشاهدين الأعزاء متابعي الكرام، شعار حمد باليودي العفاري هنا على ثالث الأسماء، بينما المركز الرابع هناك الدخول وهناك التواصل من شعار بن قشاط على رابع الأسماء، وهناك الأسماء القادمة في هذه اللحظات. أرى أيضا وصول وقدوم في هذه اللحظات من الأسماء القادمة، هناك شعار حمد بلال بالزفن العفاري، ولكن عودة إلى الثنائي الرائع، ثنائي جميل هناك على الصدارة الأولى والمركز الأول. يأتي في هذه اللحظات شعار عطيرة يقدم لنا انطلاقة رائعة وجميلة، ما شاء الله تبارك الرحمن. يأتي هنا مسلم بن عبد الله راعي الطير العامري من خلال هذا التحدي وخلال هذه المنافسة. سلام راعي الطير، السلام، تهانينا لمسلم بن عبد الله راعي الطير العامري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني شعار حمد بن سعيد بن حاطم العامري، وثالث الأسماء هناك المركز الثاني كان أيضا شعار محمد بن علي بن سعيد الجحافي من قدم شانية على ثاني الأسماء، بينما المركز الثالث وصل شعار أيضا سالم بن مبارك بن نصيب العفاري مقدما الشاهنية. عودتنا بالتاني والناموس لمسلم بن عبد الله بن مصبح العطيرة العامري من قدم لنا أيضا شعاره وتحدياته مع الشاهنية. تانينا والناموس، التوقيت الزمني دقيقتين 73 جزء من الثاني، تانينا والناموس.